اعزائي مشاهدي قناه الكارما في كل مكان في العالم اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سكيب الروح استكمالا لحلقاتنا عن الروح القدس بنتكلم عن المواهب الروحيه بس في البدايه بحب ارحب بحضره الاسيس يوسف بخيت راعي كنيسه الرسوليه في الكويت اهلا بيك يا حضره الاسيس اهلا وسهلا بك يا اخت ليديا اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في كل مكان واثقين يكون بيباركنا واحنا موجودين مع بعض حول كلمه الله حول عمل الروح القدس في حياتنا وفينا وبينا امين امين اهلا بيكي الأساس الح بيك. الحلقات اللي فاتت بنتكلم عن المواهب الروحيه لكن في بعض الناس بيعترضوا على فكره المواهب الروحيه وفي اعتراضات كثيره قوي قوي وصلتنا ومن ضمن الاعتراضات دي مثلا بيقال أنه الرب سحب المواهب الروحيه بانتهاء العصر الرسولي يعني بانتهاء عصر الرسل خلاص ما فيش مواهب تاني استنادا على قول الرسول بولس في كورنثوس الاولى 13 8 واما النبوات ستبطل والالسنه فستنتهي والعلم فسيبطل فايه راي حضرتك في الاعتراض دوت؟ أه الحقيقه الاعتراض ده انا سمعته وعندي خلفيه عنه لكن لما نبص للايه اللي هي بيقول اما النبوات فستبطل والعلم فسيبطل وقالوا النبوات تبطل والعلم يبطل ده يبطل ان لابد من حد يجي يبطله. Yeah. يعني مبني المجهول، الفعل آه. مبني دول يبطلوا بمجيء الرب. يا yeah. او مجيء الكامل. Yeah. ولما قال مجيء الكامل في ناس قالوا ان الكامل اللي بيقول يبطل هو الكتاب المقدس. Yeah. فطالما الكتاب المقدس اتكتب وبقي كامل بين ايدينا yeah. فاحنا مش محتاجين للمواهب yeah. فأبطلت yeah. وكلمة تنتهي البعض بيقول إنها تنتهي من تلقاء ذاتها mm -hmm. يعني تبطل بحد يبطلها yeah. أما تنتهي بحد تنتهي لوحدها yeah. لوقت محدد ومفعول هيخلص ملهاش استعمال oh. الحقيقة أنا برد بـ 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 بمنطق ومن التاريخ على الكلام ده نمرة واحد الله لما اعطى المواهب الروحيه للكنيسه لم يعطيها فقط من اجل بنيان المؤمنين وتكميل القديسين <applause> لا ده الرب اداها نمره واحد عشان الخطاط عشان الخطاط يجهزوا ويقدروا يختبروا نعمة الله للخلاص ويعرفوا الرب المخلص من خلال تأييدهم بالآيات التابعة الكتاب وكان الرب يثبت الكلمة بالآيات التابعة, بالآيات التابعة. يثبت الكلمة للكنيسة اللي أمنوا وليثبت الكلمة للناس اللي هيؤمنوا اللي لسه هيؤمن الخطاة للخطاة اللي هيؤمنوا يبقى طالما مؤمن ما هو تثبت مم. لكن يثبت الكلمة بالآيات التابعة يعني بالمعجزات التابعة لهم مم. يقول وهذه الآيات تتبع, تتبع المؤمنين مش تتبع الرسل لا كل من امن ايوه المؤمنين. الرب يسوع لكل المجد قال هذا الكلام قال من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم من. من يؤمن بي yeah. ما قالش ان الرسل لانهم هم يؤمنوا بي ولان في تاسيس للكنيسه انا هرسل لكم مواهب الروح القدس علشان تؤسس الكنيسه بس. Yeah. وكمان ما قالش كمان أقول حاجة كمان آه. يا كمان ما قالش أنه في ناس فئة معينة من الناس المؤمنين هم بس المختصين اللي هيجيلهم الحاجات دي أنه في ناس يقولك دول ناس معينين في الكنيسة مش كل المؤمنين هنشوف فدي الكلام ده كمان هوضحه أو أكتر من خلال كلمة الرب yeah. بس أنا برد على الجزئية كتابيا أن المواهب لم تعطى علشان بنيان الكنيسة لكنها أعطيت علشان تؤثر في الغير المؤمنين لتجتذبهم للمسيح وتهيئهم وتعدهم لعمل المسيح yeah. فمثلا في كورنثوس الأولى 14 mm -hmm. عدد 24 وعدد 25 لما كان بيتكلم عن المواهب الروحية وبيشرح طريقة استخدام المواهب الروحية في الكنيسة yeah. فبيقول له أنت تشكر حسنا لكن الآخر لا يبنى لأنك بتشكر بالألسنة mm -hmm. وندخل عمي يقول أليس أنكم تهزون؟ مم. عشان مش بيبقى فاهم عشان بيبقى مش فاهم عمي يعني حد من حد من, عمي من, الشعب من بره مش من بره من خارج فيبدأ الكنيسة فيبدأ يقول لي ان كان الجميع يتنبؤون يبقى هنا في ممارسة لموهبة النبوة yeah. جوه الكنيسة جوه الكنيسة فدخل أحد غير مؤمن أو عمي مم. فإنه يوبخ من الجميع ويحكم عليه من الجميع وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهره الرجل yeah. الراجل ده لما يدخل ويحصل كده ايه اللي, اللي جرى له mm -hmm. هيتغير طبعا ويتغير طبعًا. يحضرني اختبار حقيقي حصل والاختبار ده يعني يمكن البعض يسمعني اه بنعرف الاسيس صامويل ابو الجابر بالاردن يا yeah, طبعا بيجي في كنيسه جماعات الله في الويب ده يا yeah, طبعا ابوه Oh. الاختبار ده حصل مع ابوه. Mm. والاختبار ده اخت معاصره موجوده هي اللي حكت لي هذا الاختبار وقالته. اسمها الاخت سوز النبر. Mm -hmm. من الاردن في عمان. Yeah. كان معاه واحده صاحبتها عايشه في اليونان. وكان رايحين الكنيسه والاخ اللي هو والد الأسيس صمويل ابو الجابر اسمه الاخ عيسى. انا اعرفه معرفه شخصيه قبل ما يروح السما. دايما مرات كان يتكلم بألسنة في الاجتماع. Mm -hmm. فالأخت سوزي وهي رايحة واحدة الأخت صاحبتها صديقتها وأول مرة تدخل كنيسة جماعات الله اللي هي الكنيسة الرسولية فعمال تصلي يا رب يا رب من فضلك خلي الأخ أبو عيسى أبو الأسيد صمويل ما يتكلمش بألسنة ويا رب يسكت النهاردة وما يقفش ويعمل لنا قلق والأخت بدل ما يعني تحب الكنيسة تتعاد من الكنيسة وما تروحش. واللي كانت خايفة منه الأخت سوزي حصل. وقف الأخ عيسى اللي هو ابو الاساس صموله ابو الجابر واتكلم بقى في الاجتماع. <applause> وما ترجمش <applause> وراح قاعد. <applause> بعد الاجتماع الاخت اللي هي مع سوزي فسوزي بتقول لها يعني ما تحطيش في بالك الاخ اللي قال الكلام ده اي حاجه يعني فقالت لها ليه؟ قالت لها الراجل ده يعرف عني حاجه؟ قالت لها لا. قالت لها وقف اتكلم باللغه للمنطقه اللي انا موجود فيها باليوناني وقال لي اسرار خاصه جدا من حياتي انا محتاجه الرب بتاع الراجل ده والاخت دي سلمت حياتها بسبب هذا الاعلان اللي كل الكنيسه ما فهمتش هو قال ايه لكن الاخت فهمت وصارت خفايا قلبها ظاهره وسلمت حياتها للمسيح ورجعت للرب يبقى أول حاجة حقيقة هنا هنا الإعلان هنا والكلام هنا كان إعلان خاص من الروح القدس بقوة فائقة للطبيعة، الأخ ما يعرفهاش، ما يعرفش يتكلم مين، لو سألت أنت قلت يبقى لسنا مش هيعرف، لكن الروح القدس وصل رسالة خلاصية قلبها أعد سلمت حياة المسيح في أثناء الخدمة. يبقى ده أول جزئية مهمة موجودة للخطاب عشان اتنين إن أعطيت لبنيان جسد المسيح ولاجل زي الكتاب ولاجل تكميل القديسين <applause> فالسؤال هنا بقى لو الكنيسه في يوم الخمسين هل تم بنائها واكتملت في زمن الرسل ولا ما زال الى هذا اليوم محتاجين الكنيسه تبنى الى ان يجيء الرب لا طبعا لسه طبعا محتاجينها تبنى اذا كانت الكنيسه تم بنائها واكتملت في يوم الخمسين كان المسيح جه خدها لماذا يقول ان يقول المؤمنين في افسس الكلام ده مش في كرونس بيقولوا يعني. لافسس ان الله اعطى البعض ان يكون رسلا انبياء وتكلمنا عنها مم. بالتلميح مم. ومبشرين رعاه, رعاة معلمين مجميل. لاجل التكميل القديس. القديسين لعمل الخدمه يبقى دي يبقى الوظائف اللي اتحطت في الكنيسه دي لعمل ايه؟ لعمل الخدمه, الخدمة. ما زال في خدمه المسيح ما زال بنيان جسد المسيح يحتاج الى بنيان؟ اذا كان جسد المسيح يحتاج الى بنيان اذا احنا ما زلنا محتاجين للمواهب الروحيه لهذا اليوم yeah. حاجه ثالثه من الادله التي تبرهن على دوام المواهب الروحيه المعجزيه وحده بناء الكنيسه yeah. فان قلنا ان المواهب سحبت من الكنيسه بعد انتهاء العصر الرسولي يبقى ازاي الكنيسه تبنى من جيل ورا جيل يبقى الكنيسه كمان انتهت مع انتهاء العصر الرسولي mm. لان لما نتكلم يقول الروح القدس يعطى لاخر ويعطي لاخر yeah. ويعطي لاخر ويعطي لاخر mm -hmm. يبقى الروح القدس بيعمل ايه هنا بيوظف بالمواهب المختلفه ويشغل المؤمنين في خدمه الكنيسه لاجل بنيان يعني الكنيسه yeah. الكتاب المقدس كمان لم يذكر لنا في الكتاب المقدس انه المواهب اعطيت مؤقتا mm -hmm. لو حد عنده شاهد كتابي واحد ان هذه المواهب اعطيت مؤقتا لزمن معين وتنتهي ممكن يقول لنا ده جافين لكن عندي شواهد تقول ان مواهب الله وهباته وعطاياه هي بلا ندامه فمثلا هباتي. في احد 11 على 29 يقول لان هبات الله ودعواته هي بلا ندامه هل معقول الله يعطي وبعد كده يسحب مواهبه؟ مم. هل الروح القدس اللي هو كان موجود يوم الخمسين مش هو هو نفس الروح القدس الموجود اليوم في الكنيسه <applause> هل عمل الروح القدس يوم الخمسين كان قوي جدا وذات فعاليه وفي العصر او القرن ال21 الروح القدس مش قادر يعمل بمواهبه الفائقه للطبيعه حاشا حاشا ما يقدرش الروح القدس حتى لما نقرا المواهب الروحيه المواهب الروحيه ما كانش بس في العصر الرسولي لا دي المواهب الروحيه كانت موجوده كمان في العهد القديم لما هنتكلم عنها هنربط أيوة. ان الموهبه دي كان بيستخدموها المؤمنين في العهد القديم وبيستخدموها المؤمنين في العهد الجديد مم. مستخدمه فهبات الله ودعواته هي بلا ندامه رائع اما بخصوص متى جاء الكامل مين هو الكامل مين؟ هو شخص الرب يسوع المسيح أيوه هو هل المسيح جه لا لسه ما جاش يبقى الموهبه لسه ما خلصتش قصد حضرتك المجيء الثاني المجيء الثاني المسيح yeah, yeah. مش المجيء الاولاني يعني. yeah. ما الكلام ده بيتكلم متى جاء الكامل كامل yeah. هو شخص المسيح yeah. فهنا بتكلم عن مش الكتاب المقدس yeah. لكن بيتكلم عن مجيء المسيح yeah. يبقى المواهب مستمره mm -hmm. حتى بنقول لما لما نقرا في صفر كل الاسفار تلاقيها مختومه بكلمه امين yeah. اعمال الرسل مش مختوم بكلمه امين ليه؟ لأن أعمال الروح القدس في المؤمنين مستمرة إلى أن يأتي الرب ويأخذ الكنيسة عشان كده الغرض من المواهب الروحية نخدم بها بعضنا البعض نمجد الله في المسيح يسوع زي ما تكلمنا من الأهداف الموجودة للمواهب الروحية عشان كده الرسول جدوا للمواهب الروحية مم. بطلب من كل المستمعين عطايا الله وهباته هي ليك النهارده هي ليك النهارده كتابه اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم اللي كان بيعمله في عصر الرسل ما زال بيعمله لغايه النهارده يقدر يعمله معاك. نشكرك جدا حضرة القسيس اعزائي المشاهدين هنستكمل اعتراضات على المواهب الروحيه ابقوا معنا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 36106 Beach, California 90740 اهلا بيكم اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنستكمل حديثنا مع حضره الاسيس يوسف بخيت عن الاعتراضات اللي بتقابل الناس بتقول ما فيش مواهب روحيه واحنا دلوقتي في اعتراض تاني اهلا بيك يا حد الاسيس اهلا بيك يا اختي في اعتراض تاني بيقول انه التاريخ بيثبت انه بعد موت الرسل والكنيسه الاولى يعني بعدها لحد دلوقتي تقريبا يمكن من مئة سنه الوقت ده كله يمكن ريسنتلي يعني او حديثا سمعنا انه في آه ناس بتتكلم حركات كاريزماتيه او حركات بتقول انه في السنه وفي مواهب الوقت البس الاخير بس لكن الوقت اللي فات كله كله في النص ده ما فيش وكيسه استمرت عادي فايه اهميه المواهب في النقطه دي؟ أه الحقيقه محتاجين نرجع للتاريخ ونشوف كتب التاريخ يا. بتقول ايه؟ لانك انت بتتكلمي تقريبا بحسب الكلام بتقول لما نقول انه انتهى في القرن الاول الميلادي تقريباً. او العصر الرسولي. يا. لان العصر الرسولي اخر حد كتب يوحنا كتب رؤيا يوحنا سنه 96 ميلاديه في الكتاب المقدس بقي كامل خلاص موجود لغايه سنه 96 ميلاديه واخر حد مات في من تلاميذ المسيح كان هو يوحنا الحبيب يوحنا الحبيب فيبقى ادي 100 سنه خلصت يبقى من ال من بعد ال 100 الاولانيه وانت بتقول حضرتك من حوالي 100 سنه لورا يعني تقريبا اه تقريبا يبقى عندي في 1800 سنه ما فيهاش موهبه روحيه ده حقيقي طيب نرجع للتاريخ مم. ونشوف التاريخ بيقول لنا ايه في دائره المعارف البريطانيه يعني دي اكبر دوائر اه الجزء رقم 22 مم. في صفحه 283 مم. في دائره المعارف البريطانيه مكتوب الكلام ده يقول في القرن الاول قال لوقا وامتلأ الجميع من الروح القدس وفي القرن الثاني والثالث الميلادي كتب دكتور فليبسكاف مؤرخ في كتب تاريخ الكنيسة مهم. لم يكن التكلم بألسنة قاصرا على يوم الخمسين فقط مهم. مع المواهب الأخرى الفائقة بل دام التكلم بألسنة حتى القرن الثالث ده مؤرخين شهادة مؤرخين دائرة المعارف البريطانية مش أنا اللي جايبه من عندي يا. طيب نشوف من مفسر المفسرين بحب أقرأ لهم كتير شهادة بنيامين بن كرتين في تفسير انجيل مرقس اصحاح 16 عدد 17 و18 <applause> يقول على انه مذكور في التواريخ المسيحيه ان بعض الايات لم يزل موجودا في العصر الثالث فان المسيحيين كانوا يشفون المرضى ويخرجون الشياطين باسم المسيح وايضا شهاده ويسلي اللي هو جون ويسلي جون ويسلي مباشر. على استمرار المواهب المعجزيه في عظته الطرق الفضلة يظهر لي أن هذه المواهب كانت مألوفة في الكنيسة لمدة مئتي أو ثلاثمائة سنة yeah. يبقى عندنا جون ويسلي mm -hmm. وبنيامين ميركرتين بيأيدوا الكلام اللي قالته دائرة المعارف البريطانية أن المواهب الروحية استمرت <تلت> لغاية القرن <تلت> الثالث الميلادي <تلت> طيب ندخل على القرن الرابع الميلادي yeah. في القرن الرابع الميلادي في مؤرخ اسمه باخوميوس كتب عن شخص اسمه باكلر في كتاب عن حياة القديسين يقول انه باكلر ده كرس حياته وكرس وقت كتير للصلاة واستطاع ان يتكلم باللغة اللاتينية واليونانية التي لم يسمعها ولم يتعلمها من قبل بل كان تحت تأثير الروح القدس <applause> طب باكلر ده جاب منين انه يتكلم باللاتينيه ويتكلم باليونانيه وما اتعلمهاش ومين اللي بيكتب المؤرخ في القرن الرابع اسمه باخوميوس تقصد ده تكلم بالسنه تكلم بالسنه <applause> وده تكلم بالسنه دي مواهب معجزيه في الطبيعه وهو هم كاتب كده باخوميوس كاتب عن باكلر انه ده كان تحت تاثير قوه الروح القدس طب <applause> مش الروح القدس هو اللي بيعطي السنه يبقى مين اللي ادى باكلر السنه في رح كتاب حياه القديسين روح القدس, رح القدس. طيب نسمع القديس اثناسيوس الرسول بطريرك الاسكندريه مؤلف كتاب سيره القديسين القديس انطونيوس ابو النساك المتوحدين في صفحه 100 من صفحه 100 لصفحه 135 اللي توفى سنه 355 كتب يقول بقى عن القديس انطونيوس عن المعجزات التي كان يعملها واخراج الشياطين باسم المسيح وشفاء مم. المرضى. مم. لما نتكلم غير سنه 355 بقى دخلنا احنا في القرن الرابع الميلادي. طب نشوف رجل الله العلامه العظيم اللي كل الارثوذكس احبائنا بيستشهدوا به القديس اوغسطينوس. كتب يقول نحن ما نمارس ما مارسه الرسل. حين وضعوا أيديهم على أهل السامرة فتكلموا بألسنة وجاء الروح القدس إليهم ويجب على كل مؤمن القديس اغسطينس يقول الكلام ده yeah. أن يتكلم بألسنة جديدة وبلغة غير مفهومة yeah. شوف شهادات للتاريخ تاني yeah. شهادة رجل اسمه إيرانيوس وترتوليان mm -hmm. بيشهدوا بدوام المواهب المعجزية في الكنيسة وعجائب الشفاء وانتشارها حتى القرن الخامس دول كانوا علامه كانوا علامه مؤرخين عليهم معلمه اه الكتاب الكلام ده موجود في كتاب اسمه الدليل الوافي للدكتور الف بيه سامسون في صفحه واحد 41 كتب يقول ايه؟ وكانت تجرب اسم الرب يسوع كل انواع الشفاء من اخفها يعني اخف الامراض حتى قيامه الاموات يا. وشهد بيليكاربوس وجوستيان الذي اثبت صحه ذلك ده قوي قوي حضرة يبقى لغاية القرن الخامس المواهب موجودة في كتاب خدعة الأيام الأخيرة وهو من المعترضين على المواهب الروحية يعني الكاتب ده كتب من المعترضين على 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 المواهب الروحية في صفحة رقم 116 بيقول إنه في فترة الإصلاح ما بين 1517 حتى 1648 قامت شيعه يعني ادعى اصحاب اصحابها بالتكلم بالسنه وعمل معجزات الشفاء yeah. يبقى في ايام فتره الاصلاح إصلاح. معلش ايه هي فتره الاصلاح للمشاهدين اللي مش عارفين الكنيسه مرت بعصور مظلمه آه لما طبعاً. دخلت صكوك الغفران ايوه والكنيسه بعدت لحد كبير عن الحق الموجود بكلمه الرب ايوه ولان الكتاب المقدس ما كانش مترجم والناس مش بتقرا كلمه الله ف... كان بس ف... الكتاب في ايدين الكهنه بس وكان في ايدين الكهنه وكان جوه الهيكل بس واللي عاوز بس... يقرا يروح الهيكل بس يه. عشان يقرا كلمه الرب يه. فالناس اللي بيقولوا الكاهن او بيقولوا القسيس او بيقولوا خادم الرب هو ده, ده كلمه ربنا نسمع ونطيع بس يه. فكان ما يفرض حاجات كتير قوي يه. مرت لوثر اللي هو بدا بعصر الاصلاح يه. علشان يصلح ما في الكنيسة مم. رفضوا التعليم والإصلاح بتاعه مم. ففي الفترة دي فترة الإصلاح اللي بدأ يبقى فيها إصلاح للحالة العامة للكنيسة وبتنزل الكنيسة الكنيسة تقوم من الظلم حتى بيسموها العصور المظلمة فبدأت تقوم من هذا الظلم وبدأ النور يشرق قال في الزمن ده في جماعة نشأت بقى مم. بيقولوا انهم بيتكلموا بألسنة وبيشفوا مره هو بي بيعترض بيعترض على الجماعه دي أوه يعني هو معترض بس بيظبط مع اعتراضه ان, إن في, في مواهب, مواهب روحيه بس احنا مش واقفين عليها بس احنا يا مش واقفين عليها يا وفي سنه الف قام انبياء فرنسيون ودعوا هو بيقول كده ودعوا بالمواهب الرسولية والتكلم بالفنا واقول من هنا عندما الناس قراوا الكتاب المقدس في فتره الاصلاح وآمنوا بتعليم الكتاب المقدس وصلوا وطلبوا مواهب الروح القدس اعطاهم الروح القدس ما كان للكنيسه الاولى في يوم الخمسين ده رائع. يوجد في كلمه الله المواعيد الواضحه لان الله صادق انها للمؤمنين في كل مكان وفي اي مكان اسمع ماذا يقول الكتاب من امن واعتمد خلص, خلص. وقال لهم للمؤمنين لم يقل لهم انتم الرسل او الانبياء او التلاميذ يقول لكم في ذلك الوقت هل هذه الايات تتبع من المؤمنين المؤمنين ولا الرسل والانبياء المؤمنين كل من يؤمن يبقى في مؤمنين م. من فين ما يكون في مؤمنين في اي مكان في العالم الايات تتبعهم إخراج الشياطين بإسم المسيح يتبعهم يتكلمون بألسنة جديدة يتبعهم yeah. اسمعوا في يوحنا 14 12 أشرت إلى ذلك وأكرر مرة ثانية للتأكيد قال الرب يسوع الحق الحق أقول لكم ده كلام شخص المسيح من يؤمن به yeah. فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها ولأني ماضي إلى أبي يبقى تنبأ الرب يسوع المسيح ان الاعمال اللي عملها من اللي هيعملها كل من يؤمن به يمتلك ما عمله المسيح المسيح امتلك ان ينقض اعمال ابليس انا بالايمان اللي هي في المسيح بقدر انقض اعمال ابليس الرب يسوع المسيح اخرج شياطين انا بالايمان بالمسيح يسوع بقدر باسم الرب يسوع بسلطانه بخرج الارواح الشريره انا بالايمان بشخص يسوع المسيح بقدر اشفي مرضى لأنه هو قال لنا ايش في مرضى هو قال لنا كده ولأنه هو فيا ولان هو فيا ولأن ولانه موجود ولانه روحه ساكن فينا فماذا يمنع ان يكون عمل الروح القدس موجود الرسول بطرس لما المؤمنين قبلوا كلامه بفرح قال لهم هذا الوعد هو لكم يعني يبقى لأولادين. بطرس بيكلم يهود مم. لان الموجودين كلهم يهود حتى لو من دول مختلفه مم. بس مثلا هو لكم ولأولادكم مم. ولكل الذين على بعد يبقى ده لغايه عارفه لغايه كل الذين على بعد ده يشمل اليهود yeah. لكن لما يقول وكل من yeah. يدعوه الرب الى هنا mm -hmm. يبقى الوعد والمواهب لكل من يعمل ايه يدعو yeah. حاجه تانية اخيره نبوه يقيل النبي oh. الوعد النبوي اللي بيقول يقول الله ويكون في الايام الاخيره mm -hmm. يكون فين الايام الاخيره الايام الاخيره اللي هي اللي قبل مجيء المسيح هل الرسول بولس استشهد بالشاهد ده في اعمال اثنين يعني... هل الايام الاخيره اللي كان فيها الرسول بطرس لا طبعا طبعا اذا كانت الايام الاخيره اللي كان فيها الرسول بطرس هل المسيح جه والكنيسه خلاص ما لهاش عمل ولا الكنيسه بدات من يوم الخمسين تنتشر في العالم فيقول يقول, يقول، يقيل النبي يكون في الأيام الأخيرة إن أسكب روحي على كل بشر على كل إيه؟ على بشر. كل بشر يعني كل بشر؟ من كل الأمم من كل الشعوب من كل القبائل فيتنبأ بنوكم وبناتكم بنين وبنات ما قالش رسل yeah. ولا أنبياء بنوكم yeah. وبناتكم yeah. ويرى شبابكم رؤى ويحلم yeah. شيوخكم أحلاما mm -hmm. وعد الرب يسوع لكل المجد yeah. إن كنت تؤمن يا yeah. إن كنت تؤمن فتستطيع فكل شيء مستطاع لدى المؤمن أمين يا حضرة الأسيس أمين أم شكرا ليك لوجودك لو معنا في الحلقة ربي دي وردينا على الاعتراضات أعزائي المشاهدين ابقوا معنا في حلقات قادمة إن شاء الله وزي ما حضرة الأسيس قال هذه الآيات تتبع المؤمنين الرب يكون معاكم آمين